أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا الموجودة بالآلاف، على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة، وبدأنا ذلك منذ سنوات، وحولنا عدد كبير من صواريخنا إلى صواريخ دقيقة. ومش محتاجين ننقل من إيران، والمعركة بين الحروب تبعك بلا طعمة وما إلى نتيجة. هذا واحد. مثل ما نحن ملكنا القدرة التكنولوجية على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة، نحن اليوم في لبنان ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات. بده يشتري يقدم طلب.